احمد صابر عيد. ايها الاخوة الاحباب، مواصلة لهذا المقام، طيب لنا اللقاء مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والمبتهل الشيخ شعبان محمد شعبان، مع تقديم خالص الشكر والتقدير للشيخ عادل ابو هنداوي الحبيب المقرب الى قلبي، كذلك ايضا فضيلة الشيخ محمود ابو جعفر الذي به افخر، سيدنا الشيخ اسلام ابو صابر، الان مع فضيلة الشيخ شعبان محمد شعبان. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا، حتى تنالوا، حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما. يا سامعا اسم النبي محمد صلي عليه، صلي عليه، صلي عليه وأكثر تسليما. يا سامعا اسم النبي محمد صلي عليه، صلي عليه وأكثر التسليم. الله من على النبي بحفظه فهو الذي بالمؤمنين رحيما. يا يا
سامعا اسم النبي محمد صلي صلي عليه وأكثر التسليما. الله من على النبي بحفظه فهو الذي بالمؤمنين رحيما. سيدي وأنت مصباح الهدى يا رسول الله. الحق أنت وأنت مصباح الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها من الأهوال والظلمات. لما أراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من الرحمات والنفحات.
الصلاة والسلام عليك يا صاحب الخلق العظيم، صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا عالم الهدى، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله زاد محمدا تعظيما، وحباه فضلا من لدنه عظيما، واجتباه في المرسلين كريما، ذا رأفة بالمؤمنين رحيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، عشنا وإياكم في رحاب هذه الابتهالات والمدائح النبوية، كانت للمبتهل الشيخ شعبان محمد شعبان. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم آل هجرس الكرام أصحاب الواجب الكبير في كل مكان، وباسم فضيلة العلم القرآني الشيخ مصطفى أحمد هجرس.